الدعاء الاول يا اخواننا اللي هو سيدنا انس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليه الحجاج ويعني يريد ان يبطش به، ولكن لما دخل سيدنا انس على الحجاج قام الحجاج ورحب به وسلم عليه وكأنما صار تلميذا لأنس بن مالك. فلما ذهب أنس قالوا له أنت هيأت أن تبطش به، ما الذي غيرك؟ قال والله رأيت فحلا من الإبل على رأسه لو كلمته لأكلني. قالوا لعل رسول الله خصه بشيء من الدعاء إذا دخل. قال اذهبوا إليه، عطى لأولاده 200,000 درهم، قال أعطوها لمالك واخذوا منه هذه الكلمات. فأبى سيدنا أنس بن مالك خادم رسول الله أن يقبل الفلوس وأبى أن يعلم. قال رسول الله أخذ علي العهد ألا أعلم هذه الكلمات للسفهاء. فانتظروا إلى أن مات فسألوا أنس خادم أنس أو الذي كان عند أنس هل علمك؟ قال نعم، ولكن أوصاني ألا أبوح بهذه الكلمات حتى يموت الحجاج. فلما مات الحجاج علمه هذا الدعاء. قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، فلا أخاف معه من شيطان ولا سلطان ولا سبع. هذا الدعاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا ظلم اسمه لا، بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت، الله الله ربي لا أشرك به أحدا، أسألك اللهم خيرك من خيرك الذي لا يعطيه أحد غيره، عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله إلا أنت، اجعلني في عيادك وجوارك من كل سوء ومن الشيطان الرجيم. اللهم إني أستجيرك من كل شيء خلقت وأحترس بك منهن وأقدم بين يدي ذلك من أمامي، قل هو الله أحد الأول الآخر، ومن خلفي كذلك، وعن يميني ومن فوقي ومن تحتي، وتقرأ 6 مرات قل هو الله أحد. هذا الدعاء.